وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أستاذ زويس، مرحبا بك وبضيفك الكريم. نعم، أهلا بك زميلنا ياسين. يعني التظاهرات اليوم، يعني هل يعني لاحظتم فيها شيئا جديدا؟ هل هناك مشاهدات معينة يمكن أن تسردوها لنا؟ الأعداد، توزعها في المناطق، الإجراءات الأمنية المصاحبة؟ نعم أستاذ ويس، بدأ اليوم منذ الصباح الباكر بانتشار كثيف جدا لقوات النظامية، وهي قوات مشتركة من قوات الشرطة وقوات الدعم السريع والقوات المسلحة في كل أرجاء العاصمة السودانية الخرطوم. بالأمس كان هنالك تعميم صحفي للجنة الأمنية لولاية الخرطوم بإغلاق كل الكباري السبعة عدا كوبري سوبا وكوبري الحلفاية، لكن تأخر تنفيذ الإغلاق لبعض الكباري ومنها كوبري الفتحاب. كانت تمر العديد من العربات تحمل الحالات الطارئة ونحو ذلك. المظاهرات بدأت في منتصف اليوم، نعم، وكانت في مناطق محددة في الخرطوم وفي أم درمان في شارع 40 وفي الخرطوم بالقرب من القصر، أو حاول المتظاهرين الوصول إلى محيط القصر الجمهوري. قوات الشرطة تعاملت كالعادة مع باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ومنع دخولهم للقصر الجمهوري. أيضا القوات المسلحة أغلقت الطرق، كل الطرق الرئيسية المؤدية إلى محيط القيادة العامة. الاستجابة كانت للتظاهرات يعني بشكل ضعيف. الحياة كانت تسير بصورة طبيعية، كل المحلات شغالة، البنوك، المؤسسات كانت تعمل كيف بصورة الحياة طبيعية والكباري مغلقة يعني؟ ما هو الإغلاق للمداخل المدخلة للقيادة العامة، المحيط بتاع القيادة والمحيط بتاع القصر الجمهوري، لكن كل المناطق والطرق الثانية الناس متحركين بشكل طبيعي تعمل. كان هناك شيء لافت أن اليوم ربما لم يتم قطع الاتصالات والإنترنت. أيوة، يعني من يعني اليوم على غير العادة، هو اليوم الأول في التظاهر تخرج فيه تظاهرات ولم تغلق الحكومة خدمة الإنترنت ولا خدمة الاتصال، لكن كما قلت لك الاستجابة كانت ليست كالعادة، يعني الاستجابة كانت يعني ضعيفة للتظاهرات، كما يعني ما زي المظاهرات اللي كانت سابقة، يعني فاتت السابقة.